السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نعمل المشربية. طيب ممكن اقول له دلوقتي انا عايز اعمل موديل ان بليس، وممكن تختار اي حاجة، يعني ممكن تختار مثلا سوي او تختار فرنيتشر او تختار، انا عن نفسي اختار مثلا جينيريك موديل واقول له اوكي، وهاجي هنا اقول له انا عايز اعمل اكستروشن واقول له ست بيك ابلان. اوكي هرسم انا على البلان ده دلوقتي، عايز ابدا ارسم الجزء دوت، فاقول له انا عايز ارسم مثلا مستطيل مثلا زي كده اهوت. طيب وبعد كده عايز ابدا اعمل الفتحات ديت، تمام، اللي هي الناس هتدخل منها للمشربيه. ممكن نعمل ايه؟ ممكن نعمل مثلا مستطيل صغير بالشكل دوت، والجزء اللي فوق حوله بالارك من هنا لهنا بالشكل دوت، وابدا اخد الشكل دوت كوبي، تمام. ممكن اري مثلا لو ده حاجه كوبي قلت ايبل وسترين، واقول له واحد مثلا هنا واحد برضو هنا وواحد كمان هنا واحد كمان هنا، او كفايه حتى كده، تمام. وممكن تروح جايبهم توسطنهم بالشكل دوت. طيب اوكي بدأ يظهر معايا بالشكل دوت. ممكن تيجي تغير السمك بتاعه، وممكن تبدأ تديله في نفس الماتيريال لو حابب، يعني ممكن تشوف هنا ده الماتيريال بتاعه ايه من الايديت. طيب خلينا ندخل الاول ايديت ان بليس، اعمل سيلكت روشن بني، بعد كده اقول له كانسل واجي هنا وهقول له edit in place، اعمل select الماتيريال اهو. طيب بعد كده عايز اعمل القاعدة هنا زي دي بالظبط، تمام. طيب ممكن بقى تيجي تقول له انا عايز اعمل، ممكن حتى تعملها في نفس الشكل، تدخل تقول له edit in place وتعمل واحدة كمان، او تقول له انا عايز اعمل واحدة جديدة بليس موديل ان بليس. اوكي ممكن تقول له بقى اكستروشن تقول له ست، ممكن نختار مثلا حاجه زي القعده ديت، وبعد كده نبقى نطلع بقى شويه. ممكن نقول له شوف اهي دي ده المكان الشغل بتاعنا، تمام. طيب هبدأ احط القعده بتاعتي مثلا بالشكل دوت، هي الحيطة نفسها فيها ميل. طيب ممكن اجي اقول له هنا وابدا اخليها مثلا بالحجم دوت، واقول له موافق اهوت. وتقدر بعد كده تطلع بيها زي ما انت عايز، تقول له مثلا الحتة دي اهي من هنا لهنا، مثلا بالشكل دوت. طيب عايزين بقى نبدأ نعمل الجزء دوت، هقول له فينيش. ينفع نحطها في نفس المكان، مفيش مشكلة خالص، لو انت عايز تحطها في نفس المكان مفيش مشكلة، يعني تقدر تعمل سيلكت وتقول له اديت ان بليس، وتبدأ تقول له اكستروشن. وبعد ما هنرسم الاكستروشن هنبدأ نعمل التفريغ دوت. اقول له مثلا انا عايز اعمل الحيطة من هنا لهنا مثلا، طيب ده كده مثلا بقت حيطة. أنا عايز بقى أديها نفس الأشكال ديت،
بسيطة، تقدر تقول اكستروشن وتبدأ ترسم اللي انت عايزه. طيب كده مش هينفع نرسم، طب الحل ايه؟ الحل ان انا اعمل واحد تاني، انسى اللي احنا عملناه دوت، اقول له اعمل كرييت واقول له ارسم لي ست هو يبدأ يرسم هنا حاجة بالشكل دوت. اوكي تمام، هبدأ بقى اظبطها اهي. طيب عايز أبدأ افرغها، تمام هقول له بقى edit extrusion وهبدأ أرسم الفراغات دي. طبعا تقدر ترسم الفراغات دي أو ترسم فراغات تانية زي ما أنت عايز. ممكن نقول له مثلا أنا عايز أرسم، بعد كده ممكن نرسم أي شكل زي ما أنت عايز، يعني ممكن ترسم نفس الشكل الموجود بالشكل دوت. أها المهم متأكد إن الشكل بتاعك مغلق، وبعد كده ممكن تاخد الشكل ده كوبي أو تعمل واحد تاني جديد. أها ممكن تقول له ألاين للتسهيل، وتاخد الكلام ده برضو تاني. اقول له الاين مالتيبل بالشكل دوت، برضو نفس الكلام. زي ما انت شايف الموضوع بسيط. في خط هنا طيب نقدر بقى ايه نتحكم في دول، ان انا اقول له ده لحد هنا مثلا، وتقدر ممكن تقول له ايه انا عايز اخد الخط ده كده كوبي لتحت، وتبدأ بقى شغل التريم مثلا والتعديلات، بحيث ان الشكل ده مثلا اهو ممكن تاخد ده كده وتلغي دوت وهكذا، وده برضو ممكن تاخد كده كوبي من هنا لهنا ومن هنا لهنا. وكذلك دوت وكذلك الشكل لحد ما تخلصه تمام. بعد كده تقول له موافق، لو في اي اعتراضات هيقول لك عليها. هتلاقي نفس الحاجه، ممكن بس هو الماتيريال، لو ظبطت الماتيريال هتظبط معاك، ده يبقى نفس الشكل اهوت. طيب ايه اللي ناقص بعد كده؟ زي ما انت شايف الموضوع سهل وبسيط. مثلا الاضافه ديت هي دي الفرق، اضافه بسيطه خالص. هاجي هنا هقول له انا عايز اعمل كرييت، كل الأدوات دي ممكن تستخدمها. أنا حاليا بحاول أستخدم أقل حاجة، وأقول له أنا عايز ست بيك أفلان، وأروح مختار الجزء دوت. الدنيا بتمطر، ربنا يكرم إن شاء الله. طيب ممكن أقول له أنا عايز أرسم خط، أهوت من هنا لهنا. ممكن بعد كده تقول له إيه أرك، انا مش يعني مش ملتزم بالموجود، لان دي حاجه فنيه بقى، اللي انت عايزه اللي انت شايفه كويس ابدا اشتغل بيها بالشكل دوت. اوكي وبعد كده تبدا تسحب من هنا للاخر ومن هنا للاخر، ودي برضو نفس الفكره ودي برضو نفس الفكره، يعني ترسم الشكل دوت وتديله اكسترود، تلاقي الشكل معاك خلص الدنيا بشكل خالص كده. احنا خصصنا الموضوع زي ما انت شايف، لو انت بصيت لها كقطعة واحدة كده ممكن تتعقد، إنما لما تبدأ تقسم
هتلاقي الموضوع سهل جدا جدا، مفيش اي مشاكل.